مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، نتابع فيها التطورات الدولية في مختلف البلدان، والبداية من فرنسا، حيث أعلنت الشرطة الفرنسية أن عمليات تخريب تستهدف شبكة الألياف الضوئية في عدة أنحاء في فرنسا. وتأتي عمليات التخريب التي طالت مناطق في شمال فرنسا وشرقها وجنوبها الشرقي وجنوبها الغربي بعد 3 أيام من هجوم طال شبكة السكك الحديدية، وتسبب باضطراب حركة القطارات السريعة، ووقع قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الذي أقيم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس. عادت حركة القطارات السريعة في فرنسا إلى طبيعتها بعد 3 أيام من أعمال التخريب التي أحدثت فوضى عارمة في المحطات قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية. من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي إن باريس تميل إلى احتمال أن يكون متطرفون من أقصى اليسار وراء التخريب الذي حدث بشبكة السكك الحديدية، مؤكدا أن السلطات تمكنت من تحديد هوية بعض الأشخاص. للمزيد تنضم إلينا من باريس دكتور جيهان جادو، الكاتبة والمحللة السياسية. دكتور جيهان، برحب بحضرتك بداية على إكسترا نيوز في القاهرة. مزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات التي خرجت من الشرطة الفرنسية متعلقة بتخريب استهدف شبكة الألياف الضوئية في عدة أنحاء في فرنسا. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا بكل تاكيد يمكن الحكومه الفرنسيه الحقيقه وخاصه وزاره الداخليه الفرنسيه مهتمه جدا بمعرفه تفاصيل الحادث الذي حدث الذي تسبب في تعطيل شبكه القطارات هنا بفرنسا، القطارات السريعه او التي جي في. طبعا يعني طبعا الاتهام تشير الى تورط اقصى اليسار في هذه العمليه، لكن الحقيقه الجدل واسع في هذا الشان. هل هذه هي مناوره سياسيه جديده ل يعني تشويه صوره اليسار بعد فوزهم في الانتخابات التشريعيه، ام انها بالحقيقه هناك فعلا متورطين من جانب اقصى اليسار في هذه العملية؟ فالحقيقة السنيوريهين مطروحين بشدة بهذا الشأن، لكن إذا كان هناك فعلا بالأدلة يفيد ما إذا كان أقصى اليسار قد تعمد بإفشال أو يعني بتعطيل هذه الشبكة التي تؤدي إلى خسائر كبيرة جدا 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 في فرنسا، فسوف الحقيقة تغير الصورة تماما أمام المواطنين الفرنسيين في انتخابهم في هذه الانتخابات التشريعية. طب دكتور جيهان، استنادا إلى هذه النقطة، بعض المسؤولين أشاروا إلى فكرة من الممكن أن يكون هذا الاستهداف متعمد لأن الهدف منه هو إحداث فوضى، هو يعني تسليط الضوء على لربما الخلل الأمني الذي من الممكن أن يتواجد في فرنسا، لأن التي جي في أو شبكة السكك الحديدية والقطارات في فرنسا كبيرة للغاية، يعني الجميع يعلم أن فرنسا تمتلك أكبر شبكة فيما يتعلق بالقطارات أو السكك الحديدية، فلا يمكن السيطرة عليها أمنيا بشكل كبير. هل من الممكن أن يكون هذا السيناريو يخدم بشكل أو بآخر الطرح اللي حضرتك تفضلتي بيه؟ بكل تأكيد سوف يخدم كثيرا، لأن الحقيقة خلينا متفقين على أنه لا يوجد تأمين بنسبة 100%. هناك الشركة أو التأمين الخاص بهذه الشبكات وهي التي تقع فعلا تحت يعني المراقبة، لكن الحقيقة لا أستطيع أن أرجح هذا السيناريو لأن شبكات القطار السريع لم تتعرض من قبل لمثل هذه الأعمال، لكن هو المقصد منها هو إحداث فوضى شديدة وخاصة في هذا التوقيت بالذات من يعني الألعاب الأولمبية. ويمكن قد يكون أيضا السيناريو هو تدفق العديد وأن فرنسا لا تستوعب كل هذه الكم من الأعداد التي يعني تأتي إلى باريس في هذا التوقيت. فطبعا الحقيقة لا نستطيع أبدا الإجزام بأن يكون أشخاص متورطة، بقدر ما أنا أرجح يعني هو الأكثر هو إحداث فوضى بكل تأكيد، ولكن أيضا على الحكومة الفرنسية
ترغب أيضا في تقليص الأعداد الآتية إليها من كل أنحاء العالم، لأن الحقيقة القوة الأمنية بالرغم أنها منتشرة وبشدة لا تستوعب كل هذه الأعداد التي فعلا أتت إلى فرنسا للمشاركة في الألعاب الأولمبية. طيب دكتور جيهان، طرح آخر أو وجهة نظر أخرى، قد ترى أن لماذا قد يقدم اليسار على فعل بعض هذه الأعمال التخريبية؟ يعني في النهاية وجود دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في فرنسا الآن، العالم أو جميع أنظار العالم متجهة إلى فرنسا الآن، لماذا قد يقدم اليسار في هذا التوقيت على نقل هذه الصورة عن فرنسا أنها غير قادرة على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بهذا الشكل؟ هناك الكثير من الاختلالات الأمنية حتى قبيل بدء الألعاب الأولمبية. نعم، إذا جاز فعلا التعبير بأنه أو أنه فعلا تأكدنا من أن فعلا أقصى اليمين أقصى اليسار هو الذي قام بهذه الأعمال التخريبية، فالهدف من وراء ذلك هو هز صورة ماكرون أمام الشعب الفرنسي أنه لا يستطيع أن يحمي البلاد في هذا الوقت تحديدا، وأن العالم كله يأتي إلى فرنسا. إذا كنا نتكلم عن السياسة فهي فعلا المصلحة الوحيدة لليسار أو غيره من المتسببين في هذا التخريب هو هز صورة ماكرون، ويعني إبراز صورته بأنه لا يستطيع من البلاد في مثل هذه الأمور. الخطوات المقبلة دكتور جيهان، ماذا ستقوم به الدولة الفرنسية الآن ونحن في منتصف تقريبا دورة الألعاب الأولمبية؟ كيف سيكون، هل ستتغير من وجهة نظرك عملية التأمين؟ يعني يمكن التصريحات خرجت أنه السكك الحديدية أو التجيفي بدأت بالفعل بمباشرة عملها، وفكرة أنه الفوضى التي حدثت لأن السكك الحديدية تحديدا نتحدث عن أكثر من 800 ألف مسافر ربما سيكون كان سيعتمد على السكك الحديدية فقط وحدها. نعم بكل تأكيد طبعا سوف، يعني الحقيقة من وقت أن تم هذا التخريب والقوة الأمنية هنا بفرنسا أصبحت أكثر تشددا وأصبحت أكثر يعني انتشارا في كل الأماكن وكل يعني المداخل بفرنسا حتى لا يكون هناك تخريب آخر، فالقوة الأمنية متواجدة وبشدة، ويمكن التشديدات والمراقبة أصبحت أشد وأكثر مما كانت عليه من قبل. وطبعا بكل تأكيد يعني هذا الوضع أو هذا التخريب الذي قام به بعض المخربين وضع فرنسا في مأزق كبير جدا، مما اضطرها إلى التعامل بشدة مع كل المسافرين، مع كل من هم يعني في محطات القطار، المترو، في كل أنحاء المواصلات. هناك تشديدات كبيرة، هناك تشديد على أعلى مستوى بكل تأكيد، لكن هي حركة القطارات أصبحت تسير بشكل يعني متواتر إلى حد ما. المسافرين طبعا بكل تأكيد يعني من جراء يعني هذا التخريب سوف يتلقون التعويض طبعا، أو أن تقوم فرنسا بدفع التكاليف الخاصة بسفرهم، مما يكبد فرنسا خسائر اقتصادية كبيرة جدا يعني. فطبعا الوضع مستمر، فرنسا سوف يعني تستكمل دورة الألعاب الأولمبية في إجراءات أو وسط إجراءات مشددة للغاية حتى لا تمنع وقوع مثل هذه الأحداث مرة أخرى. طب دكتور جيهان، بصفة حضرتك متواجدة في باريس وبتتابعي وبتراقبي أكيد مثل هذه الأحداث، هل ستؤثر هذه الأعمال التخريبية المتعمدة على حد وصف المسؤولين في فرنسا على صورة فرنسا أمام العالم؟ هل الآن نستطيع القول أن فرنسا لم تعد قادرة على يعني إخراج أو يعني عمل يعني احتفاليات أو فعاليات بحجم دورة الألعاب الأولمبية؟ بكل تأكيد يعني هذا يعني ما حدث من تخريب سوف يؤثر بشكل أو بآخر على صورة فرنسا أمام العالم، لكن لا نستطيع أن نقول أن فرنسا فشلت في تنظيم هذا الحدث. الأعداد الموافدة لفرنسا ويعني 207 دولة أو أكثر من 207 دولة أتوا هنا إلى فرنسا للمشاركة في هذه الألعاب الأولمبية، أعتقد في وجهة نظري متواضعة إلى حد ما. فرنسا قادرة على حماية الأشخاص، وفرنسا يعني قامت ب يعني تحديد هذا الحدث أو تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى، لكن طبعا بكل تأكيد هناك أخطاء تحدث
هناك بعض الهفوات التي تحدث، هناك بعض الأعمال المخربة التي تريد هز صورة الدولة. لا يوجد كما ذكرت من قبل أن يوجد هناك تأمينا بنسبة 100% في أي دولة في العالم، لكن لا نستطيع أن نقول أن فرنسا فشلت في تنظيم هذا الحدث بقدر ما أنها بعض الأخطاء وبعض الأشياء السلبية التي قد تؤثر بشكل أو بآخر، لكن لا نستطيع أن نقول أنها فشلت في تنظيم الألعاب الأولمبية هذا العام. نعم. من باريس دكتور جيهان جادو الكاتبة والمحللة السياسية، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة. من فرنسا ننتقل مع حضراتكم لمتابعة تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية. قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف جنوبية لبنان، وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن الاحتلال استهدف دراجة نارية على طريق ميس الجبل شقرة، كما غار طيران الاحتلال على بلدة مركبة مستهدفا منزلا دون وقوع إصابات. ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أن عدم انتظام مواعيد رحلتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر مع إسرائيل، والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت. وقالت الشركة في وقت سابق أنها أرجأت إقلاع بعض رحلاتها، كما تم الإعلان عن تأخيرات إضافية للرحلات المقرر أن تهبط لأسباب فنية تتعلق بتوزيع مخاطر التأمين على الطائرات بين لبنان ووجهات أخرى. في سياق متصل، قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية إنها علقت رحلتها الجوية إلى العاصمة بيروت حتى 30 يوليو بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط. وأوضحت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة، وهي الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينجز ولوفتهانزا، جاري تعليقها كإجراء احترازي. شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على أن الحل الوحيد هو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات، وذلك لمنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية. جاء ذلك خلال اتصالات دبلوماسية وسياسية أجراها ميقاتي لمتابعة الأوضاع الطارئة والتهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان. وجدد ميقاتي التأكيد على موقف الحكومة بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجوم الدامي في مرتفعات الجولان المحتلة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المدنيين وخصوصا الأطفال ينبغي ألا يستمروا في تحمل وزر العنف الرهيب الذي يسود المنطقة.
حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، كما تناشد مصر القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والذي قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما تجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. التطورات في لبنان، يبدو أن مجدل شمس كانت شرارة جديدة في المواجهة بين إسرائيل ولبنان. قراءة أولية أستاذ أشرف في الأوضاع في لبنان. أستاذ مشاهدي إكسترا نيوز، بالتأكيد الأوضاع شديدة الخطورة. إسرائيل لن تفوت الفرصة وتريد أن تستفيد من هذا الموقف، سواء يعني كانت القذيفة التي سقطت في مجدل شمس هي قذيفة صاروخ اعتراضي إسرائيلي كان يتصدى لأحد الصواريخ من حزب الله في منطقة أخرى، أو كانت قذيفة من قذائف حزب الله سقطت بالخطأ. لكن إسرائيل لن تفوت الفرصة، تريد أن تستفيد من أكثر من ناحية. هناك اتجاه يعني ربما يهم الآن بعيدا عن الأنظار، هو مفاوضات وضغوط على حزب الله أنه مقابل عدم رد إسرائيل أن يخرج حزب الله من المعركة الخاصة بدعم غزة كما يعلن ويقول، وتهدأ الجبهة بين إسرائيل وبين حزب الله. في يعني إذا رفض حزب الله هذا وربط يعني توقفوا عن المشاركة باستمرار أو بتوصل إلى حل في غزة، فربما توجه إسرائيل يعني ضربة إلى حزب الله، لكن نطاق هذه الضربة يختلف. هل هي ضربة ستكون ضربة قوية جدا تؤدي إلى إشعال كامل للمنطقة، أو ضربة متوسطة يمكن احتمالها ويكون الرد ضعيف وبالتالي تعود الأمور إلى سيرتها؟ العالم الآن في وضع يعني قلق وترقب شديد، لأنه أي ضربة مهما كانت متوسطة أو كبيرة يمكن أن تفلت، وبالتالي ندخل في مرحلة أخرى من مراحل الصراع في المنطقة. طيب، تزيد كثيرا عما يحدث في غزة. أستاذ أشرف، يعني البعض ربما يتساءل الآن، لماذا تقدم إسرائيل على فتح جبهة أو جبهة مناوشات، دعنا نقول وإن أجزنا استخدام هذا التعبير، جبهة مناوشات جديدة في لبنان وهي لم تنتهي بالفعل مما يحدث في قطاع غزة، خاصة أن يمكن حضرتك استخدمت تعبير أن هذا يمكن أن يدخل هذا الصراع إلى مرحلة أخرى؟ أستاذ أشرف، لماذا برأيك هل فكرة الاشتباك مع الجانب اللبناني وتحديدا حزب الله في هذا التوقيت هو ضمن المخطط الإسرائيلي؟ يعني أريد أن أقول لك بوضوح نعم. يعني إسرائيل تعتبر أن حزب الله أقحم نفسه في الصراع بينها وبين غزة، وهو الذي بدأ منذ الثامن من أكتوبر 2023 في دخول هذه المعركة باسم مساندة غزة. وحتى الآن يعني الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل هو اشتباك محدود، وعدد الضحايا مقارنة بغزة قليل جدا جدا. يعني إسرائيل لقي يعني حوالي أو أقل من 50 إسرائيلي سواء عسكري أو مدني مصرعهم، في حين أن حزب الله لقي حوالي 650
منهم 450 عنصر من عناصر الحزب و50 من قيادات في الجنوب و50 مدني مصرعهم. العدد صغير جدا مقارنة بما يحدث في غزة. نطاق الاشتباك يعني في البداية كان حوالي 3 كيلو على جانبي الحدود، الآن توسع أصبح حوالي 5 كيلو، أحيانا يتسع قليلا، لكن في النهاية هو اشتباك محدود. ولكن هذا أدى إلى قيام إسرائيل بتهجير المستوطنات على الحدود مع لبنان، حوالي 80 ألف تم تهجيرهم. في جنوب لبنان حوالي تم تهجير ما يقرب من 200 ألف. هناك المعارضة تستغل في إسرائيل هذا الوضع وتتهم نتنياهو بالفشل، وأنه يمكن أن يفاجأ في أي لحظة بحزب الله يقوم بعملية مثل عملية حماس في 7 أكتوبر. لذلك إسرائيل منذ يمكن فترة لهذه النقطة تحديدا أستاذ أشرف، أنا سألت حضرتك لماذا قد تقدم إسرائيل على فتح جبهة مناوشات جديدة مع حزب الله في هذا التوقيت، ونتنياهو لم ينتهي بعد من مخطط الذي وضعه إلى قطاع غزة تحديدا، لم ينتهي بعد من حالة العزلة التي أصبحت تعيشها إسرائيل الآن، لماذا قد يقدم، ما المكاسب المتوقعة من هذا الاشتباك مع حزب الله في هذا التوقيت تحديدا يا فندم؟ يعني هو سيكسب الكثير. هو نتنياهو قضيته الأولى منذ البداية هو أن يستعيد يعني كرامته الشخصية وسمعته الشخصية ويستعيد شعبيته في الشارع الإسرائيلي، ولذلك هو مستمر في العملية حتى الآن رغم أنه دمر غزة ورغم أنه حماس أصبحت تقدم الكثير من التنازلات على طاولة المفاوضات، لكنه يطلب دائما المزيد. لكن الآن ما يريده هو أن يقول للناس الداخلي أيضا أنه حتى الجبهة اللبنانية استطاع إسكاتها، وأنه يمكن أن يخرج حزب الله من المعادلة. والحقيقة أنه رغم أنه نحن نتحدث عن إنهاك الجيش الإسرائيلي في غزة والخسائر، لكن حقيقة أنه معظم الجيش الإسرائيلي لم يشارك في عمليات غزة، وإنما موجود في الشمال على حدود لبنان ومستعد لعملية عسكرية كبيرة، علاوة على أنه معظم الأسلحة التي جاءت من أمريكا خاصة الأسلحة الذكية لم تستخدم في غزة وإنما متروكة لمواجهة مع حزب الله، علاوة على يعني أسلحة حديثة أنتجتها إسرائيل ولم تستخدمها من قبل، وبالتالي هو مستعد للمعركة كبرى مع حزب حتى وإن كانت الولايات المتحدة أستاذ أشرف، حتى وإن كانت الولايات المتحدة تحذر، يعني تقرر تتحدث عن أن هناك تحذير أمريكي لإسرائيل من تعمد استهداف أو قصف لبنان وتحديدا بيروت، هل يعني قراءة هذا التصريح نقدر نقول أن الولايات المتحدة لن تساند إسرائيل فيما يتعلق بالملف اللبناني؟ لا، يعني يجب أن نكون واعين تماما أنه إذا اندلعت حرب كبرى الولايات المتحدة ستساند إسرائيل، هذا مؤكد، لكنها لا تريد توسيع نطاق العمليات. يعني هي أعطت إسرائيل دور أخضر في الرد المحدود، رد ربما في جنوب لبنان، ربما يستهدف بعض المواقع العسكرية لحزب الله، ولكن ألا يعني تصل العمليات إلى بيروت وألا تصل إلى المنشآت الحيوية اللبنانية مثل محطات الكهرباء والغاز وكل ما يمكن أن يتعلق بالدولة اللبنانية. هي أعطت إسرائيل ضوء أخضر لرد يعني أكثر من الرد الحالي بقليل، لكن لا يصل إلى مرحلة الحرب. في حين يعني تدحرجت الأمور لا يمكن أن نتخيل أن أمريكا لن تساند إسرائيل، ورأينا عندما حدثت المواجهة بين إيران وإسرائيل معظم صواريخ ومسيرات إيران أسقطتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قبل أن تصل إلى إسرائيل. وبالتالي الأمر الآن يعود إلى الرد الإسرائيلي، لكن في نفس الوقت يعني هناك الأخبار من بيروت انه لبنان طلب الولايات المتحده طلبت من لبنان ان يضغط على حزب الله حتى اذا ما ردت عليه اسرائيل الا يرد هو ايضا رد شديد فتتسع الامور، وايضا انه هناك مفاوضات تتم يعني من اجل اقناع حزب الله بالانسحاب تماما من المعركه والتوقف عن المناوشات التي تتم على الحدود بين اسرائيل ولبنان. نعم، طيب استاذ اشرف، الدوله المصريه
حتى منذ 7 أكتوبر كان لها تحذيرات من فكرة اتساع رقعة الصراع. الآن نرى أن الصراع بات يتسع شيئا فشيء. هناك بيان خرج من الدولة المصرية أو بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مصر حضرت أكثر فأكثر مما حدث خاصة بعد مجدل شمس أو ما حدث في مجدل شمس إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، إلى جانب أن الدولة المصرية بتؤكد دائما أنها ستدعم الشقيقة لبنان كما دعمت الشقيقة في فلسطين. قراءة في هذا البيان وفي الرد المصري عما حدث ويحدث في مجدل شمس فن. مصر بما تملكه من رؤية ومؤسسات تعلم تماما النوايا المسبقة وتعلم تماما الخطط المسبقة وتدرك تماما مخاطر توسع النزاع. مخاطر توسع النزاع يعني كبيرة جدا، لأنه حزب الله هو درة التاج بالنسبة لإيران وبالنسبة للجماعات الشيعية في المنطقة، وإذا استهدفته إسرائيل بقوة قد تجد إيران نفسها مضطرة للدخول، وهنا قد تجد أمريكا نفسها أيضا مضطرة للدخول ضد إيران، حتى لو بتوفير غطاء جوي أو بالمشاركة يعني جوا لصالح إسرائيل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ستزيد المواجهة من جانب الحوثيين ومن جانب كل من يعني الميليشيات الشيعية في لبنان في لبنان وسوريا والعراق، وبالتالي ستتسع العملية، وهذا أيضا سيفتح الطريق لعودة الإرهاب والذئاب المنفردة وغيره، وربما أيضا تكون هناك حالة من الفوضى تنتعش خلالها الجماعات السلفية والسنية المتشددة والتنظيمات التي تحسب نفسها على الإسلام مثل داعش وغيره، وبالتالي نصل إلى مرحلة فوضى كبيرة في المنطقة. يعني إذا كانت الحرب في غزة استمرت 10 شهور حتى الآن، فأعتقد أنه حرب مع حزب الله يعني إذا تمت بالشكل التقليدي يمكن أن تستمر ربما سنوات وليست شهور. حزب الله مثل حماس يعني لديه منشآت كثيرة تحت الأرض ولديه الكثير من المسيرات والقذائف والصواريخ، وبالتالي فالمعركة ستكون أيضا طويلة وقاسية في المنطقة وستكون منهكة. وفي مخاوف أستاذ أشرف، يمكن حضرتك تفضلت وذكرتها، من عودة الإرهاب، عودة العناصر. جميع دول العالم في الحقيقة بتعاني منها، حتى إذا ما تحدثنا الآن لربما فرنسا في هذه الأيام تعاني شيئا فشيئا من فكرة الأعمال التخريبية وما إلى آخره. طيب السؤال الآن أستاذ أشرف، إلى أي مدى نستطيع التعويل على القوى المؤثرة من قراءة هذا المشهد، استشراف حتى فكرة أنه عدم الوقوع في نفس الأخطاء، عدم السماح لفكرة تكوين العناصر التخريبية وخروج هذه العناصر التخريبية مرة أخرى إلى المشهد؟ يعني هذا يعتمد أولا على التعاون الدولي، على تبادل المعلومات، على التحرك من أجل منع اتساع نطاق المواجهة، على أن تدرك الولايات المتحدة أنه ليس في صالحها أن تتسع العمليات في قبل الانتخابات ب4 أشهر، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي تضغط على إسرائيل وتضغط الدول الأخرى على حزب الله من أجل إيجاد حل. الجبهة اللبنانية المفتوحة لا تساند، يعني جبهة حزب الله لا تساند حماس بالشكل الذي يتخيله الناس. إسرائيل مستمرة في حربها ضد غزة، في تدمير غزة، لم تتأثر في هذه الحرب بالاشتباكات التي تتم مع حزب الله في الشمال، وهي اشتباكات في الغالب يتم تضخيمها إعلاميا لكنها ليست مؤثرة عسكريا، مجرد مناوشات وأمور شبه متفق عليها، مناطق محدودة التي يعني يتم قصفها من هنا أو هنا ومعظمها مخلاء، وبالتالي لابد أن يخرج حزب الله من المعادلة في هذه الأيام، وتزيد الولايات المتحدة ضغطها على إسرائيل وتزيد المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، لأنه حماس تقدم كل شيء والولايات المتحدة لديها مبادرة قدمتها، لابد من الضغط على نتنياهو لقبولها وليس يعني إضافة طلبات جديدة كل يوم كما حدث في اجتماع روما أمس.
طيب أستاذ أشرف، الحقيقة عايزة أقف مع حضرتك عند نقطة تفضلت وذكرتها، إن ما يحدث أو اتساع رقعة هذا الصراع ليس في صالح الولايات المتحدة قبل الانتخابات، لأن التقارير بتشير وبتؤكد أن المستفيد الأوحد من فكرة ما يحدث في المنطقة هو الولايات المتحدة في هذا التوقيت. الولايات المتحدة ترسل رسائل ربما للدول غير الحليفة، للدول غير الصديقة، أنها تستطيع تحريك الدفة بشكل جيد داخل المنطقة، يعني تستطيع أن تساند إسرائيل لتنفيذ مخططاتها، تستطيع أن تبقي الصراع لعدة أشهر، تستطيع أن تفتح جبهات صراع أخرى في مناطق أخرى. أتحدث هنا عن لبنان. لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح. الولايات المتحدة تتصرف بشكل فوضوي، الولايات المتحدة تركت الأمور يعني تتعاظم في المنطقة، تركت إيران يعني تزيد من قوتها وتمدد أذرعها. وسأعطيك مثال، الولايات المتحدة منذ شهور طويلة أعلنت الحرب على الحوثيين لأنهم يعني يعطلون الملاحة في البحر الأحمر. أمريكا فشلت حتى الآن، الملاحة شبه توقفت في البحر الأحمر، والردود التي يعني تقوم بها ضد الحوثيين ردود محدودة وكأنها تريد أن يبقوا حتى يشكلوا تهديد للمنطقة، في حين أن الرد الإسرائيلي على المسيرة التي انفجرت في تل أبيب كان أقوى بكثير من كل الغارات الأمريكية على الحوثيين. إذن الولايات المتحدة لا تتصرف بالقوة التي تدافع بها عن صورتها، لم تضغط على إسرائيل بما يكفي، لم تكن بالقوة التي تضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع. أيضا يعني كان موقفها متردد مع إسرائيل، مرات تعطيها السلاح ومرات تدعوها إلى وقف استخدام السلاح ضد المدنيين وهكذا. فالأمور يعني في فترة بايدن الولايات المتحدة فقدت كثير من تأثيرها. صحيح. يعني والبداية كانت مع أفغانستان. صحيح. يعني صحيح. أفغانستان الانسحاب الفوضوي الأمريكي يعني دمر صورة أمريكا في العالم. صحيح. وأحدث فوضى في أفغانستان تبقى لسنوات طويلة. صحيح. أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. مشاهدينا إلى فاصل، نعود من بعده لاستكمال هذه التغطية. حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على أن احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة. احنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على أن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثته. أكد إن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الموقف المصري من القضية الفلسطينية يحكمه عدد من الثوابت التي لم تتغير على مدار سنوات هذه القضية، وهو الأمر الذي أكسبه القوة والمصداقية داخليا وخارجيا. المزيد سنتابعه في هذا التقرير. على مدار عقود ومنذ عام 1948 ظل دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابتا وكبيرا، فارتباط دائم تمليها تبارة الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم، دعم جوهره أن السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام
من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين، بعيداً عن تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على الحفاظ على الحق الفلسطيني في الأرض وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية. الرؤية المصرية تقوم على ضرورة تحقيق مبادئ الشرعية الدولية وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق برز الدور المصري في القضية كركيزة استقرار المنطقة، فاتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي. وعقب إعلان الاحتلال فرض الحصار على غزة بعد عدوانه في 7 أكتوبر الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة للقطاع، فتسارعت خطى كل مؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني لحشد المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات سواء طبية أو غذائية أو غيرها. وبالتزامن مع فتح مصر معبر رفح لمدار 24 ساعة، حددت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمة الإغاثة وتوصيلها للقطاع في ظل حالة الحصار التي فرضها الاحتلال على المدنيين. إلى جانب ذلك أكدت مصر مراراً رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وسعى كذلك إلى خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة. وتجلى الموقف المصري في العمل على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية، بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دولياً لتبني قرارات لصالح القضية. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لختام هذه التغطية، أشكر لحضراتكم طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.